صلاح بتاع السيسي ان هو بدعم الفلاح المصري في زياده المصانع الاسمده عشان يدعم الفلاح المصري ووفر ليه السلع ووفر ليه الاسمده ووفر ليه التقاوي، ونشكره على دعم المحصول بتاع المحصول العام اللي هو زوده ب 800 جنيه يعتبر زوده ضعف كده 1050، ونشكره على دعم برضه زياده سعر الارز عشان ايه يدعم الفلاح ويسدد التوتر. شكرا يا ريس، تحيا مصر، تحيا مصر.